نختم جولتنا على مختارات من أعمدة الرأي والمقالات بزاوية فيما أرى للكاتب عادل ألباز من صحيفة اليوم التالي، وجاءت هذه المرة بعنوان الإمام في انتظار جودو. يستهل الباز زاويته بالقول: أمس الأول قال الإمام الصادق المهدي بثلاثة خيارات أمام البلاد: الفوضى أو الانقلاب العسكري والانتخابات المبكرة، ونسي الإمام مخرجا لطالما دعا إليه. طريقا رابعا هو طريق السير المتأني للانتخابات غير المبكرة بعد إصلاح مسار الفترة الانتقالية. يضيف الكاتب: الانقلاب العسكري ليس مطروحا الآن كخيار، فالعسكريون ليسوا أغبياء للصعود لتولي حكم البلد أو بلد يغرق يوميا في أزمات بلا حصر، ولن يجازفوا في هذه الأوقات بانقلاب يواجه برفض دولي وإقليمي كما سيواجه بمواجهة الشارع. ويقول الكاتب: خطة العساكر للتحرك واضحة، وهي أن تخرج الجماهير للشوارع لتطالبهم بالتدخل، وهو ما أعلن عنه البرهان أخيرا. ولذا لو أراد السيد الإمام الدفع بسيناريو الانتخابات المبكرة أو الانقلاب فليخرج للشوارع التي لا تخون، فالآن شرعية الشوارع معبر للانقلاب والتحولات الكبرى، بل هي شرعية أقوى من صناديق الاقتراع. يمضي الكاتب فيقول: أما سيناريو الفوضى فيبدو أن نذره قد أطلت فيما يحدث الآن في الشرق وحدث في كثير من أرجاء البلاد، ويدل على أن المتاهات نمضي إليها عاجلين، وليس هناك ما ينبي أن تلك الأحداث وتداعياتها في طريقها للتوقف، خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع دون حل في الأفق، فكل طبقة سياسية لا تملك حلولاً ولا مخرج. ويختم الباز زاويته بالقول: متغيرات الواقع والحركة السياسية سريعة التغيير، والسياسة لا تقبل الفراغ، فبدلا من أن يجلس الإمام يمارس هوايته في رسم سيناريوهات، عليه أن يقود مسار إصلاح الفترة الانتقالية، وخاصة أن سيناريوهات أخرى لقوة داخل الحرية والتغيير تجري على قدم وساق، والزمن المتاح للتحرك وأخذ المبادرة يتضاءل يوما بعد يوم، فإن تفعل الآن خير من أن تنتظر جودو غدا وتندم.